الرحمن الرحيم. اليوم الخميس الرابع من كانون ثاني يناير، اليوم 90 للعدوان الهمجي البربري على قطاع غزة، على أهلنا وشعبنا. هنا الوقفة في العاصمة الألمانية برلين أمام رمزية سياسية مهمة، أمام مقر المستشار الألماني شولز، لترسل الرسالة بشكل مباشر وواضح من قبل المحتشدين فلسطيني ألمانيا، عرب ألمانيا، مسلمي ألمانيا، أحرار ألمانيا، إلى ألمانيا برأسها برأس السياسة. عليه أن يعدل موقفه المنحاز إلى دولة الاحتلال، المنحاز المعتدي على حساب المظلوم الذي يكيل بمكيالين. هذه الوقفة تأتي في دخول السنة الجديدة، وهي تمثل استمرارية المظاهرات دون توقف ضمن وحدة وطنية فلسطينية بامتياز، ضمن موقف هروب المجال العربية. لن تتوقف هذه المظاهرات حتى يقف العدوان، وحتى تدخل المساعدات، وحتى يرفع الحصار عن قطاع غزة. هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات كما مثلها في كل العواصم والحواضر الأوروبية التي يخرج فيها مئات الألوف من أحرار أوروبا انتصارا لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة. رسالة إلى أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، لستم وحدكم، رسالتكم تصل إلى كل الدنيا. هذه الحناجر التي تجتمع في برد قارس في برلين، الدرجة الحرارة تقترب من الصفر المئوية، لا يعبأه إلى برد ولا إلى أي معوق. يقفون أمام السياسة الأوروبية لكي تعدل من موقفها. هذه الرسائل السياسية ترسل بكل اتجاه إلى أن يحق الحق، وإلى أن يرفع العدوان وتوقف كل العدوان على قطاع غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.